مسا الحب والأمل، هذا روح الله والروح القدس يكسر المظفر الثاني من منفاه الباريسي المؤقت في مداخلته الثانية لهذا اليوم، يحييكم ويشد على أيديكم كالعادة. أنا باش نحكي لكم على علاش اتحاد الشغل وكيفاش جاي معنا بالقرن، وعلاش هي الأسباب المسببات، باش نفسر لكم باش تضحكوا على الدين من الدعارة تاع اتحاد الشغل، باش تضحكوا على الدعارة تاع اتحاد الشغل. اما قبل نحب نسكت الطحانه للمحامين اللي يجي فيها نبيل القروي باش يبرر موقفه قانونيا. قطعكم يقصى منافسيهم. احنا لا ما نعرفوش بمنطق هذا، مش مساله الغايه تبرر الوسيله. هناك مبادئ، هناك قيم، هناك اراء نجتمع حولها اللي نظرنا من اجل مش كل عام يذكر مساله كنا نناضلوا قبل من اجل نبيل كان يناضل والمحاماه كنا نناضلوا ونكونوا يعني ايد واحده واخده في الجانب الحقوقي. ونذكر اصدقائي حتى في المحاماه في الجانب الحقوقي، انا في 2002 قمنا بندوه رفض لقانون الاستفتاء انا ذاك اللي قام به بن علي من اجل ان تونس تتسع الجميع ونمكن كل الاطراف ان يعني تترشح بما فيهم حتى الاطراف داخل التجمع الدستوري الديمقراطي، فتحنا الباب باش تترشح اي الانتخابات الرئاسيه والانتخابات التشريعيه. جو اليوم نفس الاطراف اللي في نفس الخندق اللي كنا نناضلوا من اجل ان تونس تتسع الجميع يحط يعني يد في اليد. انا والله ما استغربتش من احزاب اللي هي مبقعه تجمع الدستوري الديمقراطي. انا المني اللي هي تجي من نواب كانوا ضحيه الاقصاء. نواب كانوا ضحيه الاقصاء يحطوا يدهم في يد من يريد يقصي لا لشيء لغايات انتخابيه. إذا كان أنت عندك مشكل مع نبيل القروي، عندك القضاء، وعندك مشكلة مع عبير موسي، عندك القضاء، وعندك كذلك الصندوق الانتخابي، اسمع عاد جاي الصندوق الانتخابي واخدم على روحك. خلي هو خلي هو فيصل بينات. فيصل بينات الناس الكل. احنا نرجعوا لتصريح على مترشح الانتخابات الرئاسية نبيل القروي اللي قال اللي هو باش يدخل الانتخابات بفريق متكامل وباش يكون على موعد يوم الانتخابات. معايا فريق ومعايا برنامج واحنا خدمنا مليح باش نكونوا مع الموعد في كل ما موعد التاريخ. وعندي تقريب عشت هو خدم مليح في جمعه وقتاش قداش عنده قال باش نترشح للرئاسه ليه تو قال خدمنا مليح محضر عندك برنامج عندك محضر عنده محضر وعنده 3 سنين برنامج نتاعك كيف بيقول عليك ما عنده حتى شيء ولا عنده لا حزب ولا دين ولا دين. عنده مجموعه من لي كونسيير نشيلها الطحانه هكا زوز هكا خليفه بن سالم وهكا منذر ثابت وكان يبون توفيق بن بريك هما يدخلوا فيه المجتمع المدني والتكويرات وكيفاش تقول كيفاش تجمع وكيفاش تضرب وكيفاش تخرج كيفاش تقدم. المفيد انا حبيت نسمعكم هذه حبيت نسمعكم قال لك اليوم اللي صار على نبيل القروي نجم يصير عليك انت. انت يقول لك تتمن فكر قطب ممنوع، انت تتمن ماركس انت ممنوع. اخي نبيل القروي هما معاقبينه على خاطر عنده فكر، هو سيد قطب انا باش نمنعه لانه اجرام جريمه السيد قطب ما عليناش. اخي هو نبيل من هما نبيل هو يحب يمنعوه من التقدم للرئاسه خاطر جاب نظريه جديده على خاطر عنده فكر خاطر عنده عقيده سياسيه. ليه هما يعاقبوه؟ لانه استغل منصبه كشريك في قناه تلفزيونيه ليمر يوميا لمده ساعات في التلفزه تمهيدا لتنصيبه رئيسا على الدين والديكم. هو فمه قال محضرين مليح اخي برنامج بتاع دوله، برنامج اقتصادي واجتماعي وثقافي كل شيء وسياسه خارجيه وكل شيء كل شيء محضروا مليح في جمعتين في 10 ايام ولا عندك 3 سنين ولا عندك 3 سنين وانت تحضر روحك وفي بالك بروحك باش تتقدم للرئاسه كما قلت انا من النهار الاول. اخي انا يا تونس مش قلت لكم راهو باش يترشح منها يا تروازون باش هذاك باش يحب يولي رئيس هاو السنه اللي حاب يترشح رئيس. الزبده حلمت انا هذه مو مبنيه على تفكير، مبنيه على دراسه لشخصيته لتصرفاته لتحالفاته ونفهمه وين وما وين يصب. سي لوجيك يا غيان ديك ستوردينير دو تو سكو جو في. انا نعرف نقرا اكاو. انتوما ما تعرفوش تقراو، مش تقرا القرايه نتاع الكتيبه الرسم نو، قراءة ما وراء الحركة والحروف والكلمات والبحار والحجب والغيب.
مش عندي 3 سنين قبل نبيل القروي، مش هو هو في بالوش مسكين، هو عنده جمعتين بركه بيقرر يجي على رئيس. انا في بالي بيك نبيل تحب تولي رئيس 3 سنين قبل ما تسمع انت بروحك تحب تولي رئيس. اما ولد القحبه دوي انت من النهار الاول تحب تولي رئيس يا ولد القحبه. تو خلينا من الرب هذه قالك هذه اختر معناتها معايا هذوما يا توانسه راهو اللي شاغرب نبيل شاغربكم انتوما. يقولك شبيك انت تفكر هكا خي قالوا شبيك تفكر خي نبيل القروي يفكر الزبي هو عنده الزب اللي كواني كله عنف ها ولام ها والله لا عنف 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 اخلاق اخلاق العائله الطليانيه والتركيه ينعم بوك وبكره رزبوك الميت بوك راه محروق في قبر دين ربه يا نبيل. نعم دين والديك ووالديه. اتحاد الشغل تعرفوا علاش الاتحاد العنتوسي للشغل جاي مع نبيل القروي ومع عيش فرنساوي؟ الاتحاد العنتوسي للشغل بالطبوبي نتاعو علاش؟ على خاطر قاعدين ينتقموا من شكون؟ ينتقموا من يوسف الشاهد، مش من الحكومة ولا سياسات الحكومة، لا ينتقموا شخصيا من يوسف الشاهد الطبوبي والذين معه من قعار الاتحاد التونسي للبغل والخرا والبول. اك اتحاد الوبنة اك الاخوان جاي حطوا له زبلة في مقراته ونكوه بتريحة. التوا لجنة التحقيق ما عملت شيء يا ميبون اتحاد شغل، لجنة التحقيق على اعتداء بالعنف الفاحش على دي الرب ونظليك وعلى مقراتك، لجنة التحقيق وين وصلت؟ هاك انت تو يا مع الزب ورمك يا قعر طبوب يزك امك طبون اسمك طبون بالمغربي ترمى يا طبون يا طبوني يا طبوني تعزبي. انت راك مش انت مكش ثاير على وضع، انت قاعد تنتقم. ما فسرك علاش تنتقم انت ديجا باش تنتقم من يوسف الشاهد ترميت في يد العفريت الشيطان الرجيم الفاشيستي التورياني نبيل برلسكوني خلاع وعيش فرنساوي عيش توسي تاع الزبي هذيك اكل يتبوربوا على دين ربنا بفلوسهم فرنسيس باش يكملوا يركبوا على زبوبنا القرن هذا يا زاده، مش ركبوا علينا القرن اللي فات واللي قبله يحبوا ان يكون القرن الثالث فرنسيس. اتحاد العنتوسي للشغل مش كان لمده سنتين المساند الرسمي اي المساند الرسمي والوحيد لحكومه الشاهد؟ مش يوسف الشاهد بوندون دو زون مشاهم بالتمنيات والوعود واستغل وقت اللي الشعب التونسي كره اتحاد الشغل استغل كرهان الشعب التونسي باش يتنصل من وعود الاتحاد القعار وقالوا دويوا ما نعطيكم حتى شيء فلوس مهناشي ومش نعطيكم وكونوا مسؤولين وضراب عام وزبي وضراب العام فشل فشلهولكم يوسف الشاهد. علاش فشلهولكم يوسف الشاهد؟ خاطر هو بوغوس بالجوري يوسف الشاهد بوغوس قاري مع لي زامريكان خدم مع لي زامريكان يتكلم مليح فرنسي يعرف يقعد يعرف يتكلم عنده خبره في البزنس يعرف ينوم الكليون ينوم دير رب الكليون والكليون ما فيقه بشيء. هو يوسف الشاهد وعد اتحاد الشغل مونزي ميرفي اصبروا عليا شويه بركه حتى نتمكن يلهي فيهم. كي نهار اللي طلبوا موعدهم به قالوا له ما هو اش عملوا هما تصرف قعار يحبوا ينتقموا مش هما يحبوا ينتصروا للبلاد وطرد الاحتلال لا يحبوا ينتقموا من البوغوس ولد الفاميليا البلدي اللي تمنيك على القعار. صور انت قعر اسمه طبوبي واستقبلوا يوسف الشاهد البوغوس الطويل الابيض كلير دو بو قالوا تنكيت با يا طبوبي انا اعطيني شويه وقت توريق الاقتصاد شويه تو ندبروا طرف فلوس الاقتصاد وتو نعطيكم وامريكا وعدتني فرنسا وعدتني انا اتحاد شغل فاهميني وانتم باهين وقفوا معايا. اخي اتحاد شغل تهنى فرح كيفاش رئيس الحكومه بلدي وريحته فاوحه وما شب وما حليه ويديه ترزرا كل شيء قبلهم وشربهم كيس كيسين درشنوة وشيخهم وجاب لهم الغريبة والبقرية والميلفي والمعشعش ويأكلوا المعشعش هما وجاب لهم شاباتي وكسكروت بزبق كما يقول توفيق ببريك بالليدامات وما هم قعار الزبي وقعد كيفهم في القاع قل لك الزبي كرزة واستعرف بينا وهو اللي هو في قلبه يقول انا نعطيكم بنيتي
أنا بتخرج مع أختي أنت، ولا بتخرج مع خالتي، ولا تناسب زبي، ولا تسكن معاي في نفس الحومة ولا في نفس العمارة. قع رسمك تبوبي بعد ما بزق دير ربكم ترميتوا في حضان العدو، في حضان نبيل القرو اللي يخدم بيكم الكل. اتحاد القعار، كل من يمشي يشارك في ليزيميسيون تاع نبيل القرو يضرب في الشاهد، هو يطلع في نبيل القرو الرئيس. والاحزاب اللي توا الكروا بروفيتي بوجودها، كما جاب كما حزب العمال حب الهمامي، حزب حما والبعثيين العرب، هكاك القحبه مرت البراهمي ريتوها مشات مع حما، قلت لكم ساقطه كي راجلها اللي مات مرت البراهمي، لانك ناك كفن فوق دير رب تغطي في شعر زبور راسها. هكا مرت البراهمي مش جاي مع حما الهمامي قلبه معاه، جابهم شكري بالعيد خدم على البعثيين والانقلابيين والعروبيين. البعث حمد الصديق، البعث القومي العربي الاشتراك، مش مع حمد الهمامي البعث. صحاب شكون؟ يوسف الصديق ويصبح حمد الصديق مصاحب شكري، هو اللي جاب دير ربه ولد حومته. شكري بالعيد اختار ولد حومته على رفيقه الزبي، ما هو قار يموت على فلسطين والعروب في دن بيثعثع نوره. اتحاد العنتوسي للشغل اليوم هكا كل يوم هو ينبح عند نبيل من البارح وكل يوم. طب شو اللي تراهم كانوا هم كلهم لي بروفيتور. اتحاد الشغل مش جاي على نيه الانتقام للشعب وطرد المحتل، لا انتقام شخصي، مرغ انوفهم في الخراء. اخي الشعب التونسي مش كره اتحاد الشغل، شكون كرههم فيه؟ مو يوسف الشاهد ظهرهم قعار وطماعة ويحبوا يخربوا خدم بدير ربهم ومام طوي هادن فيهم. الطبوني هذا ما هو قعر وجه فقر ولا توكيدو تغذ الطبوني ولد العاصمة، شكله متاع مدينة كبيرة، وجه متاع مدينة كبيرة. في ما متربي كلهاش يا الزبي خي، في نعرف زبر امه حتى البيس ما يعرفش دير رب. اما الزربوت اللي يكون عمره لا راهز يعرف المقلاع والبقره، وهاي باهي بتمو ما تجيب حليبه، عايش كان مع البقر الزبي كيف كي تشيب بيني كي تبني تبناوي تاع الزبي جماعه كي تبن قر تحشيشه نتاع الزبي هذوما. الأحزاب السياسية والناشطين السياسيين والحقوقيين، نسقل اللي تمشي عن نبيل القروي قاعدة تساهم بطريقة غير مباشرة وطريقة مباشرة ومام طون، خاطر فما شكون بطريقة مباشرة فما طريقة غير مباشرة، فما شكون ماشي ببهامة فما ماشي يهز في الطحين. الكل بلوس معناتها دو ديفيرون بيرسون سوتيان معناتها نبيل القروي كونتر الشاهد اللي يطلعوا في نبيل القرو للرئاسة. نورمالمون مش باش يتعدى، ما تعرفش على رب التليفونات تخدم الزبي بيان سور. واحد اسمه وسيم عياد قال لي جلول يا نياك، وسيم عياد جلول يا نياك، شنو الإضافة اللي جبتها؟ أنا نياك وميبون صحيح، ومانيش راجل وسقط ونذل وقذر صحيح، نصحح لك. هل هذا يعني أنه قرآنك كلام ربي؟ أنا القذارة بعينها، هل هذا يعني أن الله هو رب فعلا أم شيطان رجيم؟ يا وسيم عياد يا ميبون، لا تعاود ربك عيد، أنت لا أمك لا أبوك لا رب داركم الكل، راكم تتبخروا. أنت كي قلت لي جلول يا نياك اش تقصد؟ وضحكة وضربوا تونس، اش تقصد؟ أفدت الإنسانية؟ كذبتني علاش اتحاد الشغل جاي مع نبيل؟ مش لاسباب مبدئيه، لان اتحاد الشغل يعرف انه نبيل مش راجل وساقط واستغل الفقراء، يعرف. اما لامي لنمي دو مون انمي سي مون امي، دونك نتحالفوا مع الشيطان نبيل القروي. اما هذه مش خدمه نتاع اتحاد خدامه الزبي،
اتحاد الخدامه ما يعملش جرائم كي هكا. اتحاد الخدامه ما يمشيش يمد وجهه نهار كامل في التلفزه اللي تستغل في فقر الفقراء وبؤس البؤساء وعراء العراة وجهل الجاهلين والجهلة. اتحاد العم توسي للشغل كيمشي يتكلم عن نبيل القروي ويدافع عن نبيل القروي وعلى عيش فرنساوي، خيانة وطنية، خيانة للعمال، خيانة للأمة. هذا يراه القانون، هذا الإقصاء يراه ينجم يطبق كيما اليوم على نبيل غدو علينا نحن. كيف قال لك انت تمن بماركس؟ يقول لك لا، ما دامك تمن بماركس ما تعديش في الانتخابات. يقول لك مثلا انت تمن بالسيد قطب، هو يضرب اليساريين ويضرب حتى الاسلاميين. السيد قطب تمن به، انت ما عندكش حتى تمشي انتخابات. تريد ضرب الفكر، خي نبيل القروي عنده فكر بخلاف الاموال الصدقات لاصحاب الكبائر واصحاب النكاح الاقارب ونكاح الام والاخت والسرقه والخطفه والنشله والنهبه ورميان محامي وهو حي متراع على خاطر تليفون، ومراه جابونيه في سلامبو رماها حيه متراع على السكه على خاطر تليفون. تصوروا نبيل القروي يحكم في البلاد والطبوبي يجي يطالب حقوق العمال، ايش ياخذ مع نبيل القروي؟ القروي شنو؟ توا نبيل القروي هو فعلا صديق الفقراء، هاوي نيك فيهم. N'importe quel étranger, n'importe quel étranger, tu dis est-ce que c'est normal qu'un mec pendant 3 ans il fait de la charité et d'un coup comme ça il sort avec un programme bien ficelé, bien préparé en 2 semaines. Femme واحد ينجم يحضر برنامج نتاع دوله نتاع قياده في جمعتين ومحل قال لك هو بفمه وقال لك حضرناه مليح. كيفاش محضروهم؟ نحضروا مليح انتوا مجموعه من الخبراء في جمعتين تخرجوا برنامج ملا في شهرين باش تقول باش تهزنا ما وراء المريخ؟ باوي بيتان في جمعتين مخرج برنامج بيان فيسلي بيان بريباري، برنامج اقتصادي واجتماعي وثقافي ورياضي وسياسه خارجيه وتحالفات دوليه وحكايه مساله القروض والثروات وتوزيع الملكيه والعلاقات الانتاج ونمط الانتاج ورزبي في دير رب جمع في 10 ايام، 10 ايام ما جمع في 10 ايام. نبيل الخروي قالك عنا برنامج محذرينه برنامج صحيح. يا ود القحبة سافدير انت مستعرف انك عندك سنين وانت تحذر تمضي في زبك باش تدخلوا في ترمة الشعب. انا هنا باش نقصهولك نقطع لك رب دابرك. انا غلبت الاسلام باش نغلبش ربك انت؟ ما غلبش الاسلام انا؟ يعطيكم عصبة كيفية ما غلبش الاسلام ترى؟ علي تحبوا كلكم تقتلوني عليه؟ علاش تحبوا تقتلوني خاطر غلبتكم؟ علاش تخافوا مني في التلافز على خاطر غلبتكم؟ تخافوا مني في الروادن خاطر غلبتكم؟ انا مش 3 ans اوباغافون قلت لكم راهو نبيل القروي يحب يولي رئيس، هاك عملها. مش قلت لكم على قيس سعيد، هاك عملها. مش قلت لكم على كالخرام تاع اصحابه نتاع المغرب، هاك عملها. الزب هاني نعرف قبلهم بسنين انا، لاني نعرف دير ربهم علاش يمشي وعلاش يجي. جلال بريك اللي يقول لك ياكل الحار قل له سفيه وتكذب، عمرك ما فطرت ولا كليت مع جلال بريك؟ انا ما نجمش ناكل الحار. نبيل القروي ما نجمش يكون تونسي، انسان تونسي يحب بلاده يحب كل فلوس. فما واحد يخدم بالكفن متاع ولده والزبي؟ ولا انتوما عشبي مو كلهم كي بعضهم فساد؟ على الاقل نبيل جاب اش جاب؟ مو بفلوس بفلوسكم يا اصحاب الكبائر، يا اصحاب الكبائر اللي عندكم برشا ذنوب تحبوا تغسلوها على ظهورات الفقراء. وما نبيل القروي الا وسيط بينكم وبين ربكم، هاو بلغ درجه عاليه من الرسوليه.
اتحاد الشغل، اتحاد القهار، ولا اعطيكم عصبة. جل البريك هو الحل ضد الغازي والمحتل. تابا الشواء تابا دوتخ شواء. اخرجوا كتبوا ربها بارتو يا ديني، هاو كتبوها البارح والبارح في في بنزر قد ربي كاتبين. مش قلتوا ديمقراطيه زبي؟ توا اسمع يا ناس، يا ناس هذه القانون تاع الاقصاء هذا يقسي في الفكر وما يخليكش ويضرب الناس الكل. هاو انا مضروب زبي، ما عنديش حق نولي رئيس لاني ملحد، وراني طرابلسي مقموع ومضطهد لانه ما نجمش يولي رئيس لانه يهودي، وعندي اصحابي مسيحيين ما ينجموش يوليو رئيس على خاطرهم مسيحيين. هاو اقصاء هذا، ولا هذا اقصاء رباني؟ ربي قال كيفاش تحبوني نحترموا ربكم هذايا، ربكم هذايا نحترموا، وقت يقول في كلام كينك. شنو هو الكلام كينك؟ القرآن تكور السب من الأبعار تهزم. اتحاد الشغل مش جاي مع نبيل يمسح في العار وفي الفضيحة متاع عامين تشليك. البقوس الود البلدية القافز، القافز يبرفم مليح ويعرف يتكلم ويعرف يقعد ويزيد. طمع على القعار الخدامة، القعار الخدامة طبوني طب وجه وجه فقراء طبوا بي، يظهر مش ولد كرز، ظهر وجه فقر الزب قعر. كي الاخر مسح له وترتب له وضحك له وفرح بيه قالوا به نصبروا عليك، صبرهم عامين. كي جاوا كي حالوا الحولين ما جاتش الفلوس، اتحاد الشغل يغضب، اتحاد الشغل غضب. وين مشى ترميه في يد نبيل قروي باش يطلع دين ربه رئيس، خاطر الشعب التونسي شو باش يراه توا؟ يراه الناس الكل اللي ضد الشاهد مع نبيل قروي في تلفزته وساندين. وش يعملوا الناس؟ يفون فوتي بور كي؟ بور لي غران كي اون لا تيلي كي اون لو بوفوار، ولا يفون فوتي بور لي كونار كوم حمل الهمامي اللي قال ما عندنا حتى امل باش ناخذوا الرئاسه. يعني اوترو مونديا توانسه صوتوا لنبيل قروي، هو عنده فيكتيفمون امل. لا لا لا، هذا يسمى الشيوعي ماركسي لينيني، هذا يسمى قعر ود العروسه الزبي. كيف وكيف الطبوني؟ طبوني ميبوني، يا طبوني يا ميبوني، يا طحان يا ود القحبه، يا وجه الترنه، يا وجه الفقر بعينه. بالله شوفوا دير ربهم، شوف عبيد بريكي وجهه كي الزبي، عبد السلام جراد وجهه كي الزبي، عينين البلال وحسين العباسي وجهه كي الزبي، تيبيني وجهه كي الزبي، شكري بالعيد وجهه كي الزبي، حمل امامي وجهه كي القحبه، محسن مرزوق وجه البومقص كلهم توبال بوسي. والاخر خشي ادابا قدابا بولي لا لا لو دارندا، لا انا لن اصوت لنفسي، انا لن اصوت لنفسي في الانتخابات الرئاسيه، لانني اذا صوتت لنفسي سازكي نفسي، ولا تزك ولا احد يمكن ان يزكي نفسه. لاجل ذلك انا لن اصوت لنفسي، سأصوت لمن؟ للغنوشي؟ ولا بتصوت لون تختك؟ ولا للعفريت اللي يحكي مع دين ربك؟ قيس السعيد بتاع الزب، اخي مش ده بريك مقص يا نبيل قروي، شبيه ما تعيط ليش انا هيك هنيك لكمك؟ علاش ما تشبيني هكا تعديت في كاب اف ام نجحت؟ في اي اف ام نجحت ونشكرهم زوز، كاب اف ام بالله يعملوا فيها ابونيه ذي عملوا لها لايك، كاب اف ام استرجلوا مع جاي بريك، واي اف ام كيف كيف اعملوا فيها لايك باش تولي تراوها ديما. ما كنت معاك صوت يعني انت قناه من صوت لا والمقموعين، انا منفي من البلاد الزب، انا منفي من البلاد وصادر على الزب فتاوى بقطع الذكر من منبته وقطع الراس وحز العنق. انا نبيل النيك في ولدي خليل. ولا مش قاعد نيك في ولدك يا نبيل. نعم دين والديك والدين هالشعب النبو.